Ben isteyeceğim. Evet, ama tesbih bir kere. Ben de o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا بحث إجارة شرح محلل شرمن آج صحيفة حفظه نه من دانكن من هنا ولو دفع ثوبا الى قصاري جلكي تسمي قصار اكو سبيدكن دردخن طاقشتكن تمشتكن يوكا دوشوانا دان ديجن شي قرو تمجلا ليا سيرا هو شبوكو تمش بك طاقش بك او خياط يبدا خياط ترجيل يخيطه جبوك بدرو ففعل أي قصره أو خاطه أو يجلي يا تمسكر ويا جيد دروت أصد القصر أوكي يا أطلع ملاوح تسولنا وأنا جاتي قلت تسولتم يعني فرلت كنا عاوي و... أظن مش لكما كالو نامل ليه دخل بالشعون قال وان دخل عطاش وان دخل عطاش وان دخل يعني ففعل أي قصره أو خاطه ويشي وضيشتي كدرود ولم يذكر أجرة بعصاك حقك نكر فلا أجرة له أجرة جرتنا شما لعدم التزاميات بنا قد يا أجرتك بدي Yani bazar ne kelben tişki icraatına. Bazar ne kelben tişki icraatına. Halbuki örf nevse ya. Örf nevse ya. Ve kine lehu el ücretü kima li istilaki dafi amelehu. Çünkü ihilak dike dafi kudde amelehu hilak dike kesi kit kesi kuddevi. شو استهلاك الدافع عمله؟ بقي له بدي أورا جتيا لاستهلاك طلبة هلاك الدافع الدافع قد دا طلبة هلاك عمله عمله قد كتشنك مثلا أوجلي أو بدلو ياخد أوي خسارة بك تكسيوي بدي ذكرني أو عمله هلاك بوي هلاك إيه لو بتشوف كيف مجهول حقيقي وقيل إن كان معروفا بذلك العمل بالعجلة أبي أبي صالح أجد معروف بيانك بعجلة شو اللي بيدري فلا هو العجلة يعني نقولي عرفة يعني نقولي عرفة نقولي عرفة أشتى دباب الشريعة إذا كنت بيع عرسي ثملت شريعة إيش تمثلت بالنظر يعني نعم وإلا فلا عجلة يعني مثلا دي أو قصار وخياط تبيجي ولم يسكن أجرة فلا أجرة له نعم يعني جيلو راجي شاليني نعم يعني. نعم وبركي زنجيز شخط بريوان بازارا دروتني داينا نعم يوكو بي أمين با ترزيغ أمينة جغو أما تشجلي غدا بالي غد بيت شك هاد بيت شك هاجة بيت شقاد بيك يا Emin be, başlıyor ya. Kat ki zaman çıkar seçmiş ya. Ben. Ve ila felallah, fela ücretti. Fela ücretti ve illa egekku. Ve kile inkana marufan bizalike l'amari, melkina bil ücretti fela ücretti ve illa fela ücretti. وقد يستحسن هذا العمل فيه بالعادة في حسن كرني هذا العملية ماذا؟ أنا وقد يستحسن هذا للعمل فيه بالعادة للعمل فيه بالعادة وقد يستحسن
هذا أدي قولها نكا خشة كما للحمل فيه للعمل فيه بالعادة جبوع للعمل فيه بالعادة أم حش فيه جبع عمل كنا ذي قول إذا بعادة تذكرني والمراد فيه أجلة المشلي أجلة المشلي تقيني كما أفصح بها بأجلة المشلي تي الروضة تي الروضة تي ثاني ذي قول داويد أنا ذي قول ديان نقرش أصحى وقيل لو الأجلة أدوى ذي الروضة إقليك يا قول ديان أدوى ذي الروضة يعني نقول عادته ولو تعدى المستأجر بك إجارة كرية تعدي بك بأن ضرب الدابة لا شبيخة أو كبحة يعني أفصاري بكشينة بك كومسا بومش بك بالموحدة كبحة والمهملة كبحة أين حقها باللجام بجمع ويكاش بك 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 دبي دبي تمام وكاش بك بك كن نكار بك نفسا خب سينا بي هواي ليش احطت بشي نفخا فوق العادة زيدي عادة تمام دبي فوق العادة راجعون الاثنين راجعيه الدربي وكبعيه هديش تمام كل زيدا بكشينا بكيك ونفج بكشينا وياخذ الضربه اللي خا ودينا حالي كشتني تمام او اركبها اثقلا او بصد كيلو يا رابع صد بيجي كيلو يكي مرفي لي بدا سيار كرني او اثكن حدادا او قصارا دقة شو ناخذها بابا دمرجي ويا قصار تيخا تيكا دكاني ويا خد جا تيكا خاني او قصاري كو دقة سنكي شو كتانا ضامن العين اي صار ضامن لها شبو عينوي مالي رات بضامن يعني كو ميهارة تلفين اما الضرب بيشي كو ضرب ضرب شما الضرب المعتاد ونحوه ضربة معتاد نحو ضربة معتاد إذا أفضى إلى 30 يعني النورمال الشركة كي زرافة بيليت خجانا بيا حرى 30 فلا يجيب ضمانة ضمانة نادلات يعني أجبال وينك شبال كي ناقشينا ويقايني أبنبني هل الإقصدية؟ أما الإقصدنا بعادتية نابة ضمان وكما لو اكترى ضابة حيوان كي كري كير لحمل 100 رطل من حنطتي تمام صد لترقن مالي تمام فحمل 100 شعيرا او عكته صد بالشك جالي كرويا باح كأوقع كريك جبو شعير رابو قنم لي اي يصير ضامنا لها جوى ضابطرا لان الشعير اخف شعير جنم سبكترا فما اخذه من ظهري اكسره جاء دبشتي دا جنم بيتر مسافة اكتقرا يعني شوالي قرأ زيلة تربن مستربن دبوان قرأت تربة زيدا مسافة بشتي دي يعني قرأ وقطبة جنم جلينكا أبي قال بيجي جنم قال جالينا كبيجا قال جنم لنا كتمتي بيجي كدا جنم قرانا بيجي كدا جي مسافش كشترا جزيرة تقدر لا لأن الشعير أخف فما أخذه من ضاية أكثر والحمضة أسخل ده قرانا فيشتمل السخ قالوا سقلا حمطتي جمد بها في الموضع الواحد التجديد تمام يا ضال مش دوت تمام بشتي ديغرا مثلا شوالي ده فرنه ده مزنن فلا تمام اول يا عشرتي اقفزتي اقفزه الشعيري وده هو الشيك قفيش جامل لكن فحمل عشرة حنطة ده والشيك جنب يصير ضامنا الضابتي
كما لزيادة الثقة للحمض الدي. دي جنب ده قرانة. دون عكس بين الدهر والشك جنب بين الدهر والشك جليخة نابضة. كما لخفة الشعير مع استواء ما في الحجم. سموان هدية يك. ولا جسمان نيك. إيه كا سيدا جسمه ده سمل ده ياكي ده سمل ده سمل ده سمل ده سيدا اساس سورن ده ده يكجي لتر لتر اوه ترزيه ترزيه خفيف ise ise ölçeke ölçeke de ölçeke terezi de fırkaya bine de evki de genel vakti her yada şey cel keve gevsa genim genim devsa cede kusad litre be yani şiru ve kahve elbette ki جودي جاز إيجان بيترى مسافة كستورة إيجاز إلى تبع كيلو باس يعني كيلو فقط خفيف با يعني الشك با البتة كي الشك جاز إيجان خفيف تبع إيه راس أو دبر داك بلا كيلو أو أوكي أو الشك ده حمطة ده يعني ده خفيف ده و شونا گنم دا جهل گره تشکینا به اما شونا جه دا گنم هل گره سفر لیه به دبتا من و نو اکترا دابتن لیمیتی جبو ست ست کیلوی را بیش فحمل مئتا و عشرا ست و ده کیلو لیک لزیمه و اجرت المشنی لزیادتی اگر صد دیارم کی صد کیلوی به صد میلیونی اجرت کنیم اجرت صد و ده کیلو لیم اگر ده که کیلو لیزی نبکه اگر حتی او ده که آدین او ده کیلو جیم یدیم او اجرت المشی لیزیاد و این تلیفت اگر حیوان هر تلف بیدالی که صد و ده و ملکی خودی به نزانه دامینه ها ضامنه ضابطه إن لم يكن صاحبها معها فدي ضابطه بضابطه رنيمة كما لأنه في ملكي صار غاصبا لها بحمل زيارتي فزيلا ليك ذي بي غاصب ذي ضابطه فإن كان صاحبها معها أجا خديه برابة ضمن قسط زيارتي جسد دا كيلو را يتاوي بتشقاسية يتاوي حيواني دي حزارة دورية شدي جدي حزارة را هر بارا دي كيلو حزار دكي دورية شو يعني شدي حيوان ست كيلو دي كيلو دورم شنا صد كيلو صد وده كيلو لي تمام ابي حيوانا نكا فيتا ويشقاسة فيتا ويسر حزار يمفي صابك تقابلي هر ده كيلو يارا تقابلي شتك ده كيلو يارا تقابلي ده حزارة يعني شينا بو ايجو رجي ما قول شي ما قول لازمه اجرة المثل لزيادة أبيا أبيا تشكيتك تبيكي فإن كان أبيا تبيكي ولو سلم بني تبي فإن كان صاحب الضمين خص زيادتي فايا أن بين المصاد حزاري أبيا تشو ثلاثة فايا حق صديرها نريك حق ناضي حق حيواني ناضي قارا زيادة ده زيدارا تخا زيدا يسوق فيتا بيتا يا حضار بامبين يسد سد
صد كيلو صد ده كيلو بيناش مش يمكن حش حزارت كده إذا حش حزار يمد شو ما حشت كده شو ما حشت كاش طرفه صد كيلو جناه بيتنا صد مش كيلو كان ده كيلو لكن تمام هذا حيوان شيء ثلاثي حيوان في هذا يشغاسه صد حزار في هذا بحيوانه هي زجبو صد و صد كيلو يرى هرى نابة تقول ده كيلو يرى هرى بده صد كيلو صد حزاري تبل مشكلة صد و ده حزارة تقول كيه جده كيلو يرى فارا يحشت حزار أنا أبا جول دا لازم أجرة المثل لزيادة بو ناوجي أوجي نكو تمام عقد وارد دا این چه فرقه بیاوی چه بو؟ کجا؟ من این ازنو، ولو ایک تره دابتا لیمیتیم فا حمله میتون و عشرتون لازیم اجتون مثل زیاده و این تلیفت بذالکه ضمین ها ها، ایجا وی حیوان قوم بیره به دامنه بیم ها؟ ده به جوهیم ها ضمین ها دامنه تبی ها، ایجا خویی وی پی رابه ها اویت به دامنه چونکی لانه صار غاصی بن لا بحمل زیاده تمام ایجا فهین کنه صاحب موها معا بجد دکشکه ها تمام دمینه قصه زیاده تی پارا زیاده ایو کانم بچه تمام چه بود وفی چه بود؟ نه 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 وفی قولی قولی که دا دمینه نیس سلطی چما؟ لانه تلف بمضمونی و غیری تلف المضمونية أو ده كيلو زيدية وغير مضمونية أو صد كيلو هي. فتوزع القيمة بالقسط أو بالسوية أما ببقايا صد كيلو صد ده كيلو ده صد كيلو ده كيلو من بوي باري بكي يا بالسوية يا شو أمي نيدي تكن بارا زيدية نيدي تكن بارا إيه مشروعة صد كيلو أما تدا ذو ارتدية الأول أقرب في المحرر أول في القصيبة وإذا أردت حش حزار يالك أو بسبب يتبع نذي إيوي نذي دي أو بسبب يتنا الأقرب الأول أقرب في المحرر والشرحي هو أظهر في الروضة الروضة الآن ظهر أول بالقصيبة ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجرين بعضها بسر صديبه مستجرابه صدو ده كيلو تسلمي مؤجرين إيكو بجارته فحملها جاهلا بزيادة بأن قال له هي مئة كاذبة بضربة جربوه فيها صدى نقول صدو ده فتلفت الضابة بها والضابة ذي زيادة بني شو ثلاثة دمرضة يعني دمرضة يعني او دوارا اخو او بتكها او دوارا اخو بتكها ما في نزان يعني او دوارا اخو بارتك نكو تسليم يكتك بارتك تمام نا في نزانة بسد كيلو بعضها بسد صدية صد ده كيلو دينة ليكي والملك في نزان تمام ضامن المكتري على المثال مكتري ضامن سلمسه بن مشافي كما لو حملها بنفسك مكتري بقوم خوف مخوه بدا حمل كن سدابت شو ضامنه كبيا ابن نزاني بمكري دابكرني كان ضامن وفيما يضمنه يضمنه الخولان تشد الضامن بالقصدية ضامن بالسويتية بقوتها دراودي محرر دا ضامن قصتية وهي بداجي ضامية بسوية والطريق الثاني في ضماني قولا لعارض الغرور والمباشرة طريقك بيا ضمانة زيادة المسألة قولك هي لعارض الغرور والمباشرة يجي عارضة خطاندن تيبه هي
يكي كو ميريك بدستي خو خديه ويري باركي يعني ده 100 كيلو 110 كيلو فرقا يكير انك تشما فرقين وكي كتج كوزي مالي. قال الرافعي وتوان ثبت الخلاف أم لا كخلاف ثبت بيتنا فالظاهر وجوب الضمان ضمان الدوج إجوين حملا خدي حيواني لحيوانك عالما بزيادة بازار بصدية أظنك صدده ولم يقل له المستأجر شيئا مستأجر نقو صد نقو صدده فحكمه كما ذكره وكي قطبه كما ذكره في قوله فحكمه كما ذكره وكي مصنزك في قوله 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 وابده ولو وذن المؤجر وحمل المؤجر بشكر او باركر فلا اجر تدري فلا وين كوك شان دي شان ديه لعدم الإذن في نقلها. السلام عليكم. السلام عليكم. قول بيه عبو. Evet, Kerem Kasay'dan. Bir vele vezehen müce'it mü'ciru ve hammele felâ ücretel icareti li'ademil izni fi nakliha de nakla ziyade da izni ne ki ne dayı ki ne gütte ezide gibi be yani müstecid ve la damana intelifet bizalike eddabetu sevan galatan mü'ciru ki yanlışıb ki emla çinneke. وسواء جاهل المستاجر أزيادة إيكم مستا إجارة كريه شيء أو زيادة كصديق بازار كنا يصير دها دابي ك يعني شكر به أم علي ما تزاني به وسكت الدنيا بنك. ضمانيتنا. ولو أعطاه سوبا تجلى كده ترزي ليخيطه يبوك بدرو بعد قطعي بتكو جيك. تدات هذه جبوك بدرو فخاطه قضاء أو جدرو عبا وقال أمرتني بقطع قضاء ذو حيرة قلت أمش مرقو عبا ولا رقشك أمش اشترى عباشك فاردسو فقال المالك وحيرة بل خميسا بنقول كراس مرقشك من نقول عباش مرقشك نقول قوملة كراس مرقشك عباش مرقشك قميص قملك يا دون قملك كراس تطنى عين تمام قملك يا عرب اجيت تبسا كراس يغنضى هذاكي البيوان تمام فالعزاد تصديق المالك بيمينه تصديق المالك تيكرني تصون ضوي لأنه المصدق في أصل الإذن ده أصل الإذن ده أو تتصديق كني شكي إذن الشدابة أو تهزان بل فكذا في صفته بصفة إذني بجي وصوياك وقباء كراسة أبي أجي دا فيعرف ويصنبه خدي أنه ما أذن له في قطعه قباء ولا من إذن جيكي بيا بقماش من عبا ولا رقب جيكي من إذن وستشترى الندي ولا أجرة عليه إذا حلفاه وقت كسون بغو ولا وجد تعالي وجد سري تنة تنة وهم ده وعن الخياطي أرش النقص أرش النقصي أرش النقص وهو أرش النقصانية للثوبي ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا ولا بيت جامع زين بريد لو شيء تدبي وهم دبي بشاكيت ده تدبي تفانتول ده من؟ ديكي وانا مثلا وانا يقول جلا جلا اوجدك سقطتك لوانتك هبان جلت شيدك وهي سقطتك دي وما بين قيمتي قميصة ومقطوعة او ما بين قيمتي مقطوعة قميصة
ومقطوعا قضاء يعني جل جيكري قميص با جل جيكري قبابه فرخاوي تشاتي وجهاني وعلى الثاني سرقولي جديا دو وجهنا وجه جديا إن لم ينقص القباء شبكي ميرين قلت لك قباء تكتب أجل قباء كيم نبو با فلا شيء عليك تترجيب شكتب يعني قباء با يا قوملك با بيت بر كيم نكا شكي نامي ورجح بعض ما الأول قولي أول هنك قلت يا يعني أول بدن قولي أول أي بدن والقول الثاني تصديق الخياط بيميني قولي الديات في رجع خياط صمخة كما لأن المالك يدعي عليه الغرمة أو الدواء غرامتيزك يعني كنت بيك ويتدين دار شخورة ويتدين دار يمين الغرمة كمان والأصل عدم وعدم غرمة فيحلف ويسوم بغو أنه ما ذنله في قطع قميصة تأيزنا منك أدبيا كراس ترى بدرم ببرم تأيزنا بيا وين ندايا وأنه أذن له في قطع قضاء ثم بخوك تأيزن دهاش مراك عباو لنقل برادية قال أوت الشامل الشامل دا عباو حشتو يك سيدا ملانو حشتو يك سيدا مالن وفي الروضة روضة أبو نووي دا عن الشيخ أبي حامد الغزالي الاختصار على الشق الثاني يعني اختصار الشق الثاني تصديق الخياط بيمين فإذا حلف ترجي صمغه فلا أرش عليه ولا أجرة له بيمين وأجرة جراتنا بصندوي وقيل خلك يا واجد له المسمى جرا بازار كبوتبة وبازار جرائية شابط وقيل أجرة المشي وعلى الأول يكون مسمى ب وعلى الأول أي انتفاء الأجرة له أي انتفاء الأجرة اشترقوا لي أولك الأجرة تنة قولي أول تقولكي أبي أول أزولام أبي أول ما قو أوي صون بخوا أوي صون أوي أمي صون بخوا ويجا أوك صون بخوا نوصا فإذا حلف فلا أرش عليه ولا أجرة له وقيل له المسمى وقيل أجرة المثل وعلى الأول يكون مسمى به وعلى الأول بأي انتفاء الأجرة له أي انتفاء الأجرة له أن يدعي بها على المالك ويحلفه فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه وجهان قال في الروضة ينبغي أن يكون أصحهما التجديد وهذه قضية مستنفة وقال فيما قدمه عن الشيخ أبي حمد أنه أصح إن لم نثبت الأجرة لأن هذا القدر كاف في نفي الغرم وإن أثبتناه فقول صعب الشامل هو الصواب والناحي قرشت منك بمو يا أخي عندك ما عندك سيرز ما عندك نكافة عن بقى الدين في شي دا هو مقول حب كعب كي نقل تقول شي مالا نوح مقول حب كعب كي نقل تنقل ليه نفسا نقل آقل في كتاب ميري كتية قلتنا ورق آقل كتاب تكتية قلت يا دفجي برده جوكو يكي ليكي نرنيت براب شوك سيدة سريدة ولو أعطاه ثوبا يقول لك دايكي
ليخي به بعد قطعي تبوك بشتي جيكرين اي بدري فخاطي له قضاء عبا ولا رمطلوت وقال امرتني بقطعي قضاء تجمل قلت عبا شكم جي عبا شكي امورا فقال المالك بل قميصا بل كما امت قلت اجمل كراس فالازهر تصديق المالك بيمينه لانه المصدق في اصل الاذن فكذا في صفته فيعلف انه ما اذن له في قطع قضاء ولا اجره عليه اقول هذا الاول قاطع يعني اولو سيدا يعني ابي دي قولي اول ابي لا اجره عليه ويك خويه جلاي سيدا اعوذ بي مقوتية قمي شيء قبا مالك شيء وقبا اوش مالك شيء قو قميص اجا قو فعل المالك قول سل مالك يمين ولا اجرة عليه اذا حتلف وقتك سمغو اجرة شريك تنو انما الاندفجن قو مالك صندوقهم فالأزل تصديق المالك ولو سريدة بيابنا ولو أعطاه التوبة المسألة تفضل أن يرد تمام بكم درسا ما تفضل الله من ضربين من الدائم ولو جلك دايك ليخيطه يجبوك بدرو بعد قطع يكشتك شيك بدرو فخاطه قضاء أو عبال شيك دروت وقال أمرتني بقطع قضاء تقول جمرة عبال شيك تقو ساقو مش قبا شكرو وام قبا دلوت فقال المالك بل قميصا بل كي مشتلقو كراس فالأفضل تصديق المالك بيمينه تصديق المالك لأن المصدق في أصل الإذن وصفته فكذا في صفته فيعلف أنه ما أذن له في قطع قبا قبا ولا راق من إذن تنذن بتا كراس تمام فلا أجرة عليه ولا أجرة عليه ها اجدت لسر مالك تنه يعني حق دروتنا وينادي نادي تمام اذا خلص حلفاء اختك شو اذا حلفاء يعني اذا قولي اولها جاء على الخياطي سر خياطي جاء شاي قرش النقص تمام حق نقصانية للثوب تمام وهو او نقصانيجي ما بين قيمته صحيحا هو مقطوعا تمام قيمته الصحيح مقطوع ما بين اذا شقى فرق وفرق بين ياخذ او ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء او قما جيكري جيكري جل جي قباء فرق وجه وجهان دوش وعلى الثاني وجه الثاني ان لم ينقص القباء فلا شيء عليه تمام شفتي من قلت قباء تمام ورجح بعض الاول تمام ارجع اول كليه والقول الثاني تصديق الخياط بيمين شوا لان المالك مالك يدعي عليه الغرمه لذلك قلت يا قميص تا قبا قلت يا وقابلت حق يطب والاسوء عدم غرميه فيحلف انه ما اذن له في قطع قميصه. تمام. ابي صومكو ما اذن له في قطع قميصه من اذنك اشترى كراس بدري ابي تأذن جمره بها وين ذاك. تمام. وانه اذن له في قطع قضاء. تمام. تأذن ذا جمره بدري بحباب. نعم. قاله في الشام. وفي رواية عن شيخ أبي حامد الاقتصار على الشق الثاني سر مسألة سر شقي ثاني قلت يعني يمين خياطة خياط فإذا حلف خياط صنبقه فلا أرشى عليه فرقين هذا وفرقنا بينهم ولا أجرة له بيمينه وأجرة جيجير فينا يب صنبقه صنبقه أجرة جيجير قيل قلت أجل جرى المسمى بازار كربة جرى أو بازار شكل تمام وقيل أجرة المسلي وعلى الأولي
ارسل قولي اولكم اقول سيد عبد يكون صوند بخط فلا ارشا ولا اجلت له ارسل بقولي يعني. ارسل بقولي يعني قال اجلت له على اول اجلت له اجلتي له اجاجره هي ان يدعي بها على المالك دعوى بك خيار باجلتي لسر مالكي ويحلف يبدا صوندي. شكي جلد بك يعني جرى قباض بك. اذا اودع لك. اي نكره صون نقو مالك ففي تجديد اليمين جادنا يصون عليه في تجديد اليمين عليه ندوفا صون كبست خياطي نكبست خياطي وجهان قال في الروضة ينبغي ان يكون الصحوما التجديد ندوفا خياط صون بخو مانا ومستنفة اجا قضيك النية وقال فيما قدمه عن الشيخ ابي حامد درباسلوك انه اصحه ابيع وصنده كنو بغدا صالما ان لم نثبت الاجرته ان لم تثبت الاجرته اثبت يثبت تثبت اجا اجرته ثابتنا بها صنده كنو بغدا صنده كنو بغدا هذا قدر كافي في نفي الغرمي عفوا ازولام صنده كنو بغدا ارشي راد كه سوند كاده دخو اجا اجرت اجي حقت كن لان هذا القدر كافي في نفي الغرب وقو افندم تسون غرب ولا تنقوت يا خميس وحتقوت يا عباب الدرو اذي اغرم يا سيد تي في ذلك وين اگر كي ام اجرت صابت بكي فقول صعب الشامل وصعب قوي صعب الشامل دا صواب صعب الشامل قلت بك دبي وأنه أذن له في قطع قبان قاله في الشامل وفي الروضة عن الشيخ أراود لأن المالك يدعي علي الغرمة والأصل عدمه فيعرف أنه ما أذن له في قطع قميصه وأنه أذن له في قطع قبان قاله في الشامل قوي الشامل صعب رو بس فاصل يعني بس 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 يعني دبر دا امي پارشين اخونو سام يعني جار كي سون دخوا ارش راد با جار دي سون دخوا اجنه داخو حق كن يوالا بسا شكت مان ازم تمام اسلامكم الله خيرين كسينا